كن أصدقائي، معكم المهندس محمد وردة من الموسوعة الهندسية، واليوم عندنا فيديو مميز وجديد مثل ما عودناكم. في عندنا نحن دورات منزلينها سابقا، هي الدورات نحن عم نشرحها هلك وعم نضيف عليها شوية أوامر جديدة. فعندنا دورة موجودة كاملة، مشروح الإفراديات اللي إلها كيف بتترسم، ومشروح كيف بتتجمع. وهلا نحن بدنا نشرح كيف نضيف مادة عليها وكيف بنضيف نحسب الكتلة. طيب نحن بالبداية بنروح على البارت، لنفترض هذا البارت، وبننقر باليمين، بنحط إيديت ماتريال. فهون نختار الماتريال اللي بدنا اياها. انا مختار هون ستانلس ستيل، حط له ابلاي كلوز، خلص انضافت المادة. فأنا ضايفة من قبل يعني. وبعدها نحن لنفترض بدنا نحسب الكتلة. طب كيف بدنا نحسب الكتلة؟ بدنا نروح على خصائص الكتلة. هلا هون بنشوف انه محدد كامل الاسمبلي، فبيطلع لي مثلا الكتلة 1.28 كيلو جرام. طيب انا ما بدي كامل الكتلة، لنفترض بدي بس هذا الجزء الصغير، فبيطلع كتلته 0.05 كيلو جرام، وهي فعلا منطقيا انه راح تكون كتير صغيرة بالنسبة لها الابعاد هاي. وبيعطيك هسه معطيات تانية فيك تستخدمها بحساباتك. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بتمنى اللي ما اشترك بالقناة يشترك ويدعمنا، ولحتى نقدر نستمر ونقدم لكم محتوى جميل.